ستار مارين يعني ليه شايف ان انت احق بالجايزه النهارده مش كوبونات وارجينيرنج رغم ان هم ارقامهم اعلى منك كتير؟ هم بالنسبه كستارت اب اوكي، بس بالنسبه لي انا او بالنسبه لشركه ستار مارين انا مدخل نوع معين من التكنولوجي ما حدش فكر انه يدخلها قبل كده والا كانت دخلت. المنتج ده موجود من 2013 ولسه لغايه دلوقتي ما حدش ما تعرفش في مصر. اولا المتاح حاليا بيأذي البيئه، انا مدخل حاجه صديقه للبيئه. طب ايه انتقاداتك ليهم للمشروعين؟ لا انا شايف ان المشروع هنا اقوى شويه، هنا لسه محتاج a lot of time. انتوا مشروعكم لسه محتاج a lot of time بيقول. احنا مش متفقين مع النقطه دي. احنا متفقين وعارفين ومتاكدين انه البيزنس بتاعنا ready to boom، البوتنشال موجود زي ما قال استاذ ايمن، واحنا متصورين ان احنا معانا يعني فرصه كبيره جدا للسوق المصري. ليه فرصتكم احسن من فرصه ارجينيرنج وستار مارين؟ يعني انا لسه شايفه انه ممكن ينافس يعني. مظبوط طبعا، ده اكيد. الحقيقه فكره هايله وحاجه صديقه للبيئه، بس نرجع لسؤالي، احنا الحقيقه بنلمس حياه المستهلك نفسه، بنساعد الشركات، بنوصل للناس، فده حاجه بتلمس الطبقه المتوسطه اللي محتاجه وهم تحارب الغلاء. اظن الاجزاء بتاعتهم في كل في مجاله اجزاء مهمه جدا في مجالاتها، بس اظن حياه يوميه للمجتمع المصري اتصور ان هم متخصصين اكتر مننا شويه. بس انت يعني ارقامك بالظبط هي ارقام ارجينيرنج. مظبوط. فايه الديفرنشيتر اللي يخلي الحكام يدولك وما يدولوش؟ الحقيقه انا لو انفستر، لو انا بفكر في الموضوع ده از ستارت اب، لو انا انفستر هبص مره ثانيه قبل ما اشوف لو حد فك الحكايه دي وفي الصين وعملها بسعر ارخص. ده جزء. الجزء الثاني الانتر اكتف ديسبلايز موجوده في الصين وفي منيو كبيره جدا ممكن نجيب منها وباسعار رخيصه. وايه اللي يمنع ان حد ما يعملش نفس الابلكيشن بتاعتك؟ نفس الشيء. احنا السوق يستحمل ويشيل كومبيتيشن والفايده كلها بتروح للناس في الاخر، واحنا في الاول وفي الاخر قطعنا شوط كبير وجايبين بيزنس واشتغلنا عليه بقالنا كتير، فاظن انه على بال ما حد يجي ورانا هياخد شويه وقت. ارجينيرنج نفس السؤال، ليه انت احق وبالذات هما بيقولوا انه كوبونات ده ماركت سيجمنت اوسع، ناس اكتر، بيفيد المجتمع اكتر؟ انا شايف ان البيزنس موديل عندنا اقوى، ان احنا مثلا احنا بنتكلم في هو عندهم البيزنس موديل صعب قوي ان انا اجين كاستمر جديد او كده، او تكلفته عاليه ان انا اتوسع فيه، محتاج انفستمنت بارقام عاليه جدا. احنا عندنا واخدين استراتيجي تانية شوية، ان هو تكلفة الجهاز دلوقتي قليلة جدا، بس هدفنا دلوقتي ان احنا نعمل اكبر عدد من الناس اللي بتتبعنا او الناس اللي بتستخدمه، وبعد كده ننقل دوت لان احنا يبقى عندنا اون كلاود او عندنا بلاتفورم او عندنا ويب سايت، الناس بعد كده هي اللي تخش وتشتري من عليه التصميمات مش بس الاجهزة. انت جايب 260 وكوبونات جايبين 260، ايه الفيصل اللي يخلي الحكام يدولك انت الجايزه مش هما؟ اللي انا شايفه ان هو البيزنس موديل فيه سكيلابيلتي اكبر، في ان هو بس مش هاردوير، في ميكس بين الهاردوير والسوفت وير، في بلان معموله وفيوتشر بلان معموله. هما حاليا اللي هما اتكلموا فيه على الوضع الحالي على الابلكيشن الحاليه، مفيش، ما شفتش قدام ازاي بتخطط ان انت تكبر. حد عايز يرد؟ حد عايز يقول اي جملة اخيرة؟ احنا عندنا خطة كبيرة ان احنا نكبر، وعندنا مجالات واسعة جدا وشراكات كبيرة ممكن نوصل لها بالبلاتفورم بتاعنا. منافسة دلوقتي بين ثلاث شركات، كوبونات، ستار مارين، ارجينيرنج وكوبونات جايبين نفس الرقم في الجولة الماضية 260. يا ترى اخر كلمات قدرت تحسم لدى الحكام رأيهم؟